تلقينا على الهوى هذا الخبر، ربما زي يعني انا الحقيقه متخيله مشاعر الاستاذه الهام، فكره ان الدموع متحجره، اه يمكن ساعتها كانت مشاعر مختلطه، احنا مش عارفين نفتخر بقيمه وقامه ياسر رزق ان هو اساسا موجود في عالم الصحافه وما قدمه، ولا نحزن على رحيل مفاجئ وصدمه الحقيقه فاجعه للصحفيين كمان والاعلاميين، لانه الحقيقه لم يترك احد الا وقدم المساعده. انا استاذ ياسر خليني في البدايه بس اقدم التعازي ونعزي انفسنا ونعزي اسره الاستاذ ياسر طبعا واسره الصحافه المصريه والعربيه، لان الاستاذ ياسر بصراحه انا على المستوى الشخصي امبارح حتى لما شفت البوست اللي كان كاتبه زميلنا الاستاذ جمال حسين وهو قريب من الاستاذ ياسر طبعا، فما صدقتش فاضطريت ان انا اتصل بيه، يعني فضلت اتواصل يعني اتصل بيه، كان تليفونه مشغول فتره طويله لحد لما كلمته ما كنتش يعني كنت حتى معتقد ان ممكن يكون الاستاذ جمال في حاجه الصفحه اتهكرت، حد هكر الصفحه، لان كان اخر فعلا لقاء كان في منتدى شباب العالم لما كنا موجودين في المنتدى. انما عايز اقول لحضرتك ان الاستاذ ياسر شخصيه ليها طبيعه خاصه على مستوى الانساني قبل كمان المستوى المهني، يعني هو طبعا على المستوى الانساني والنقابي والمهني شخصيه مختلفه. صحيح. مفيش حد قرب من الاستاذ ياسر الا وهو ساب فيه بصمه. صح. الاستاذ ياسر ما كانش استاذ للاجيال اللي بعده بس، انما كان كمان ليه تاثير وامتدادات على الاجيال اللي قبله. صحيح. ويعني تاثيره في الصحافه المصريه والعربيه كان واضح بشكل كبير، يمكن احنا شفنا في المرحله اللي كانت من المراحل الصعبه بالنسبه لتاريخ الدوله المصريه كان هو ليه تاثير فيه قد ايه. عشان كده يمكن كمان الزملاء اللي كان ليهم احتكاك بالاستاذ ياسر سواء كان في المجال العسكري او في المجال السياسي بصفته كان محرر شؤون الرئاسة قبل ما يبقى رئيس تحرير، وكان محرر عسكري قبل ما يبقى صحيح. محرر شؤون الرئاسة، كل واحد فيهم كان ليه بصمة عنده، كان ليه دور، سواء كان دور ان هو يقف جنبه لو هو عنده محنة مثلا بيمر بيها وعنده مشكلة، او كان ليه دور مهني ان هو يقول له يشتغل ازاي او ايه الطريق اللي يسلكه افضل صحيح. ويعينه على هذا الامر. كمان في دوره النقابي كان الاستاذ ياسر ليه يعني تاثير كبير جدا في نقابه الصحفيين، في مجلس نقابه الصحفيين. هو يمكن راس لجنه الاسكان فتره في نقابه الصحفيين، وما فيش زميل راح له في مره علشان ان هو عنده مشكله في سكن او كده وما كانش متعاون معاه بشكل غير عادي. وكان بيعتبر ان ده جزء مهم جدا ومسؤوليه مهمه جدا على عاتقه. عشان كده يمكن فقد الاستاذ ياسر رزق عند الوسط الصحفي والإعلامي في مصر والمنطقة العربية، شفنا يعني حجم أو عدد الشخصيات اللي نعت الأستاذ ياسر امبارح لحد دلوقتي، أعتقد أنه ده بيقول أنه الإنسان لما يبقى مخلص في عمله وصادق تأثيره لا ينتهي عندما يفارق جسده الحياة، إنما بيبقى دائما. عايز أقول لحضرتك كمان إن الحقيقة أنا لمسته امبارح كمان على المستوى العام المواطنين العاديين، يمكن أنا بعد الحلقة والدي بيكلمني بيقول لي أنت لما قلتي الخبر أنا يعني عايز أقول الخبر غلط، أنت أو تسرعتي يعني، إن أنت يعني الناس كانت حتى العادية وحتى تعليقات الناس على وسائل التواصل الاجتماعي هي مش مصدقة ان يعني وفكره الترحم عليه وتمنياتهم له بالرحمه والغفران، يعني الحقيقه اكتشفنا ان الناس كمان بتشعر بالصدق وبتسمع كلام الاعلامي او الصحفي لما بيكون، دي من الدروس المستفاده. ده بالتاكيد يمكن ده شفناه بقى على في المشهد العام في ردود الفعل الموجوده على المستوى العام على وفاه الاستاذ ياسر ما شفناهاش عند كتاب كبار. صحيح. حصل لما توفوا يعني. ودي زي ما قلت حضرتك كده انه كان انسان مخلص لوطنه. صحيح. صادق في مهنته، وعشان كده النتيجه هي اللي احنا شفناها امبارح. صحيح. وده بيؤكد على ان الشخص لما يبقى مخلص لقضيه وطنه وصادق في التعامل مع مهنته وصادق في التعامل مع الاخرين. صحيح. بيبقى رمز من رموز العمل اللي هو كان جزء منه. صحيح.